بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم اخواتي. اليوم راح ندير لكم بقلاوة. اول مرحلة في البقلاوة باش ما نطولش عليكم، لازمنا الكاكاو يطيب على 160 درجة. طلعي البلاطو تاعك الفوق باش يتحمص مليح، ومام طوم ما يحمرش ياسر، لازم يعود لونه خفيف. ثاني حاجة نرحوه. نحتاج في هذا الكيلة كيلو ونص كاوكاو نحمصو ونرحو. نبدأ على بركة الله. الكيلة الأولى نرحو الملح، كيلة ثانية كيلة ثالثة والكيلة الرابعة. عندنا السمن 250 غرام. نكملوا الكيلة تاع السمن نكبوها. نزيدوا عندنا بيضة. نخلط الكل مع بعضها، نمحرو هكا حتى تدخل المكونات كلها في بعضها، ونكبو الماء ونخلطو. نحاولو نديرو عجينة ما تعودش مرخوفة وما تعودش يابسة، تعود مليحة متواصلة هكا. حتى بعد ما درنا العجينة خليناها تريح ولوزناها، درنا 7 لوزات خليناها ترتاح. نرجعوا للكاوكاو. الكاوكاو بعد ما حمصناه ورحيناه هو كيلو ونص، كيلناه سما 3 كيلات. درنا هذاك الكيلو ونص بعد ما رحيناه عاودنا كيلناه 3 كيلات، يعني في كل كيلة 500 غرام. مع مغرف فاني. مع مغرف زبدة. كيلة سكر غلاسي اللي هي 500 غرام. انا نستعمل السكر غلاسي ما نستعملش السكر العادي. تعطيكم نتيجة روعة. نزيد معاها مغرف اللوز الحلو، يعطينا البنة تاع اللوز وينقص لنا البنة تاع الكاوكاو اللي يحب. ونخلط المكونات اكل. نرش الحشو ما نديروش مبلول، نرشو برك كيما البربوشة. بعد ما دخلناه في مع بعضه دوكا نبداو نرشو بشويه، خلاص غير كانك تبلي في البربوشه، رشه خفيفه. هذو الربع لوزات اللي راح نديروهم في الجهه التحتانيه. شو نديرو؟ نفتحو كيما راكم تشوفوا دائره بصح صغيره مش كبيره، ما نفتحوش ياسر، نفتحوهم كل على نفس المسافه. بعد ما فتحتهم على نفس المقياس عندنا هنا زبدة مخلطة مع سمن، نحكم كيما هكا وندهنو في البلايص. بعد ما درنا لهم الزبدة هذو ثلاثة، هذه الرابعة بالعاني ما درناهاش. عندنا نشا كيف كيف، نديرو نفس ال كيما راكم تشوفو، نعمروهم بالنشا. عاود نهزو واحدة في الوسط واحدة في الاخر، هذه نغطوها بهم. شو نديرو؟ نعاودو درك نحلوهم اكل حلة فريدة، مرة فريدة. بعد ما حليناها نجيبو سنين
ندهنوه بالسمن ولا زبدة، نحاول نرولو ونعاود نحطوها. بعد ما حطيناها نثقبوها شويه بالفرشاه، هذا الحشو اللي قلت لكم لازم يعود ناشف ما يعودش مرخوف، نصبوه في ونعدلوه. بعد ما كملنا نحطه بجنب ونزيدو نرجعو للوجه الفوقاني اللي هما ثلاث لوزات. نفس الطريقة درنا لهم الزبدة وزدنا نديرو لهم النشا أو المايزينا. بعد ما حليناها كيف كيف نعاودو نديرو نفس الطريقة، نجيبو البلاطو ونحطها فيه. ونقيسوا كل حبه على حسب الاختيار تاعكم، تحبيتوا تكبروا الحبه حبيتوا تصغروها. هنايا راهي فيها 3 سنتيمتر. بعد ما نقصها قصيناها غير من فوق، نرشقوا اللوز تاعنا كي نكملو خلاص نعاودو نرسموها، نعاودو نقصوها حتى للقاع. بعد ما رشقناها كامل نعاودو كيما قلت لكم نعاودو نلحقو الموس حتى للحد لتحت خلاص حتى للسني. بعد ما كملنا نحكم مع الحاشية ونحو الحاشية هذه وكل الزايد. بعد ما كملنا نحينا لها الزوائد هذوك، نحكمو سمن وزبده ونصبوه على الحبات كامل. بعد ما كملناه نروحو نحطو في الفرن على 140 درجه لمده 45 دقيقه. كي يطيب من تحت نعاودو نحمرو نشعلو على الجهه الفوقانيه ونحمروه، ومن بعد نهدروا العسل. بعد ما طابت البقلاوة عندي شربات خدمتها، دي كاس سكر بزوج كيسان ماء تخليه يغلي مدة 10 دقائق مع طرونش تاع قارص، نصبه هو الأول قبل العسل. هذه طريقتي اللي نديرها باش الطبقات نتاع البقلاوة ما يطيروش. ومن بعد تكملي تصبي العسل نتاعك اللي الكيله تاعك. ملاحظه برك الكيل كي تعود كيلو ونص كاوكاو لازمنا نفس الكيل عسل. بعد ما طابت البقلاوه تاعنا وباتت ليله كامله، هذا شكلها النهائي كما راكم تشوفوا. نحطوها في الكيسات وشهي طيبه.